السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة إعادة ضبط المصنع للهاتف سامسونج جالاكسي اكس كوفر 3. في البداية بنحب نوضح ان الطريقة دي مش بنعملها غير في حالة نسيان النمط او كلمة مرور قفل الشاشة، وكمان بتوقف الجهاز على حساب جوجل. اسفل الفيديو ده رابط بيوجهنا لفيديو تاني هنتعرف من خلاله على طريقة تخطي حساب جوجل لنفس الجهاز. اول حاجة بنفصل الجهاز خالص، بنضغط على زر الباور وزر الهوم وزر رفع الصوت التلاتة مع بعض ضغطة مطولة. أول ما يظهر شعار سامسونج بنشيل إيدينا من على زر الباور وبنفضل ضاغطين على باقي الزراير. بيظهر شعار ريبوت الأندرويد بنشيل إيدينا من على كل الزراير ونستنى لحظات. بيدخلنا على الصفحة الرئيسية للريكفري، عن طريق زر خفض الصوت بننزل على اختيار ويب داتا فيكتور ريسيت، بنضغط موافق على زر الباور وبننزل على يس، وبعدين بنضغط على زر الباور مرة تانية. بعد اكتمال عملية ضبط المصنع الجهاز بيرجعنا على صفحة الريكفري الرئيسية، بنضغط على زر الباور ونختار أول اختيار ريبوت سيستم ناو علشان الجهاز يعمل إعادة تشغيل. بعد إعادة تشغيل الجهاز بنختار اللغة ونضغط بدء. التالي. التالي. موافق. التالي. بنشيل العلامة من مربع حماية هذا الجهاز، بنضغط تخطي، تخطي على أي حال، التالي، تخطي، تخطي، التالي. انهاء. تم إعادة ضبط المصنع للهاتف بنجاح. يا رب الفيديو يكون عجبكم. اي استفسار اي مشكلة طلب التواصل اسفل الفيديو.